المعارضة السورية تنتظر موافقة المجموعات المقاتلة قبل المشاركة في مؤتمر جنيف الثاني. نحو 40 قتيلا في سوريا ومعارك طاحنة في حلب للسيطرة على اللواء 80. رئيس الوزراء الليبي يحذر الليبيين من تدخل أجنبي محتمل حال استمرار الفوضى في البلاد. مشاهدينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية طيبة. هذه نشرة الأخبار تأتيكم من قناة المجد الفضائية. اشترط الائتلاف السوري المعارض موافقة الجماعات المسلحة للمشاركة في مؤتمر جنيف الثاني، وأشار المتحدث باسم الائتلاف خالد صالح خلال مؤتمر صحفي باسطنبول، أشار إلى أن المعارضة تجري حاليا حوارا مع الثوار في هذا الشأن، مشددا على ضرورة رحيل بشار الأسد ونظامه عن السلطة. يعني نحن موقفنا واضح جدا من ناحية مصير بشار الأسد. وثيقة لندن التي جاءت بعد اجتماع الدول الإحدى عشر قالت بشكل واضح وصريح ونصت على أنه بناء على وثيقة جنيف، فإن بشار الأسد، وهذه فقرة مذكورة في وثيقة لندن، أن بشار الأسد وهؤلاء الذين ارتكبوا الجرائم ضد السوريين ليس لهم مكان في العملية السياسية في سوريا. ولاحظ اختيار الكلمات، هم ليس لهم مكان في العملية السياسية في سوريا سواء حاليا أو مستقبلا. نحن لا نضع شروطا مسبقة، نحن نضع حقيقة الإطار لإنجاح هذه المفاوضات. وميدانيا أعلنت الشبكة السورية لحقوق الإنسان مقتل نحو 40 شخصا في اشتباكات وأعمال عنف متفرقة بالبلاد. في غضون ذلك أفادت لجان التنسيق بارتكاب قوات الأسد مجزرة في السويداء، حيث قتل وأصيب العشرات جراء غارات جوية على قرى الصفر والقصر ورجم الدولة. يأتي هذا في الوقت الذي قصفت قوات الأسد بالمدفعية مدينة الحراك وبلدة اليدودة في درعا. يواصل ثوار سوريا انتصاراتهم عند أسوار الحواجز الأمنية مكبدين قوات بشار الأسد خسائر في الأرواح والعتاد. وكان حاجز كوكب في ريف حماه الشمالي آخر هذه الإنجازات. المركز الإعلامي السوري أشار إلى اندلاع اشتباكات بين عناصر الجيش الحر وقوات الأسد في محيط الحاجز بعد ساعات قليلة من استيلاء الثوار عليها، ما أسفر عن تدمير عدد من آليات النظام ومقتل العشرات من جنوده. وكعادة حكومة دمشق عندما تمنى قوتها بالهزيمة لا تجد سوى المدنيين للانتقام، حيث شنت سلسلة من الغارات الجوية على مدينة كفر زيتا بريف حماة أسفرت عن إصابة العشرات من الأهالي وتدمير عشرات المنازل. الغارات الجوية والقصف المدفعي لم يتوقف على العاصمة دمشق وريفها، حيث تعرضت مناطق في حي القابون لقصف من القوات النظامية، كما تعرضت مدينة معظمية الشام لهجوم مماثل. مدينة دارية في ريف دمشق لم تسلم هي الأخرى من هجمات النظام عبر قذائف الدبابات لتسفر عن خسائر بشرية ومادية كبيرة. وأمام هذه الهجمات المصعورة خرج عناصر الجيش الحر لشوارع بلدة الحجيرة في ريف دمشق لمواجهة قوات النظام التي تساندها ميليشيات لبنانية وعراقية. وأفاد نشطاء بسقوط مصابين من عناصر حزب الله اللبناني خلال هذه المواجهات. وفي درعا تواصلت الاشتباكات بين الثوار وقوات الأسد في منطقة نوى، خصوصا في محيط كتيبة الهندسة التي استخدم فيها النظام الطيران الحربية لدك مواقع الجيش الحر. الله أكبر، قصف عنيف على مدينة نوى، الله أكبر. وفي هجوم نوعي دمر الجيش الحر آلية عسكرية لقوات الأسد كانت تتمركز في بلدة مهيم بريف حمص أثناء استعدادها لشن هجمات على الثوار.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر. هذا وقد أعلن التلفزيون الرسمي السوري استعادة قوات الجيش اللواء 80 العسكري في حلب بعد معارك مع قوات الجيش الحر. في المقابل أعلن الجيش الحر تدميره دبابة تابعة لقوات الأسد في محيط اللواء 80 بحلب أثناء محاولة النظام استعادة السيطرة على هذا الموقع العسكري. يا رب بسم الله والله أكبر. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. رميت. يا رب وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. يا رب يا رب يا رب. الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. يأتي هذا فيما أفاد نشطاء سوريون بأن مدينة الرستن في محافظة حمص تشهد حاليا حركة نزوح كبيرة للمواطنين جراء القصف العنيف من قبل قوات الأسد عليها. وأشار المواطنون إلى أن قوات الأسد تواصل هجماتها على المدينة طوال الليل والنهار، ما جعل الحياة في الرستن مستحيلة حسب تعبيرهم. أخي شايفكم هون بكير عم حلوا الأغراض والله يا أخي من القصف قصد شيء اللي لا يوصل. طيب وين طالعين؟ وين رايحين؟ والله طالعين براكي. طيب منين لحالكم سكن؟ منين لحالكم؟ لا والله قاعدين تحت براكي. غير العاملين فين وقاعدين تحت؟ حسبي الله ونعم الوكيل. طيب شو وضع عندك بالدار هون؟ والله تعال خدايا. من جهة أخرى ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان أن نظام بشار الأسد توصل لاتفاق مع الجيش الحر يقضي بتخفيف الحصار حول ضاحية قدسية بريف دمشق. يأتي ذلك للسماح بوصول المساعدات الإنسانية للمدنيين الذين تحاصرهم قوات الأسد منذ عدة أسابيع بعد أن استولى عليها الثوار. شاهدين نشرتنا مستمرة ولا يزال فيها بعد فاصل قصير. غدا فشل المفاوضات بين إيران والغرب، روحاني يقول إن حقوق بلاده النووية خط أحمر. نجدد التحية. حذر رئيس الوزراء الليبي علي زيدان مواطنيه من مغبة تدخل أجنبي محتمل حال استمرت الفوضى الراهنة في البلاد. وأشار زيدان إلى أن المجتمع الدولي لن يقبل أن تكون ليبيا مصدرا للإرهاب والعنف حسب تعبيره، موضحا أن البرلمان وافق على تحكيم جهة دولية لاستلام السلاح من المواطنين الليبيين. وافق المؤتمر الوطني، وإذا تمت التوافق بين الحكومة حتى نطلب محكمين بين الليبيين. إذا كان الليبيين لا يريدون أن يسلموا السلاح إلى بعضهم البعض، نأتي بجهة دولية تستلم هذه السلاح وتعدمه وتجرد جميع الليبيين من السلاح إلا الجهات الرسمية. أجرى وزير الخارجية العراقي هشام زباري مباحثات مع نظيره التركي أحمد داود أغلو في بغداد تناولت العلاقات الثنائية بين البلدين وإنهاء كافة التوترات الدبلوماسية بينهما. وخلال مؤتمر صحفي مشترك قال أغلو إنه ناقش مع نظيره العراقي هشام زباري كيفية سبل دعم العلاقات في المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية بين البلدين، مشيرا إلى استعداد تركيا لدعم العراق في المجال الأمني خلال المرحلة المقبلة. وفي اليمن قتل 16 شخصا جراء تجدد القتال بين السلفيين والحوثيين فجر اليوم في منطقتي دماج وكتاف بمحافظة صعدة شمالي البلاد، وذلك رغم دخول اتفاق لوقف إطلاق النار بين الطرفين حيز التنفيذ. من جانبه اتهم وزير الخارجية اليمني أبو بكر القربي اتهم الحوثيين بتلقي دعم مالي فضلا عن إمدادات السلاح من إيران، معتبرا تلك المواجهات حربا مذهبية على اليمن. وانهارت محاولة للتوسط في وقف لإطلاق النار الأسبوع الماضي بعد أقل من يوم من إعلانها. وصل وفد أمريكي إلى الأراضي المحتلة لطمأنة تل أبيب بشأن المحادثات النووية التي جرت بين الدول الكبرى وإيران في جنيف وأثارت انتقادات إسرائيلية شديدة. من جانبه قال وزير الخارجية الأمريكي جون كيري
إن الولايات المتحدة ليست عمياء ولا المسؤولين الأمريكيين أغبياء في المحادثة النووية مع إيران حسب قوله، وشدد في تصريحات تلفزيونية على أنه لا توجد أي ثغرات في التزام إدارة الرئيس باراك أوباما تجاه أمن وحماية حلفاء واشنطن وإسرائيل. بعد أن ملأوا الأرض ضجيجا إزاء قرب التوصل لاتفاق قد ينهي أزمة مستعرة منذ 10 سنوات، فشلت الدول الست الكبرى وإيران في التوصل إلى اتفاق بشأن ملف طهران النووي. 3 أيام من المحادثات احتضنتها مدينة جنيف السويسرية لم تكن كافية كي يقنع كل طرف الآخر بوجهة نظره إزاء تبني اتفاق يرضي الجميع. لكن الرئيس الإيراني حسن روحاني عمد في كلمة أمام البرلمان إلى طمأنة التيار المتشدد في بلاده، وأكد أن طهران لن تقدم تنازلات ضخمة خلال المفاوضات مع الغرب. إيران لن تخضع لشروط القوة، وقد أبلغنا الجميع بأن القضايا لا تحل إلا عبر الحكمة والمفاوضات. لقد جاءوا إلى طاولة المحادثات بعد أن أدركوا أن العقوبات غير مجدية معنا وإننا ماضون في طريقنا. وكان وزير خارجيته محمد جواد ظريف أعرب عن أمله في التوصل إلى نتائج إيجابية خلال الاجتماع المقبل المقرر له 20 من الشهر الجاري في جنيف. لا أشعر بخيبة أمل على الإطلاق، لأن الاجتماع الذي عقدناه لتونا اجتماع طويل للغاية وكان جيدا. ما كنت أتطلع إليه الإرادة السياسية وعزم واستعداد ونوايا صادقة كي ننهي هذه المرحلة لنصل للتسوية النهائية. وزير الخارجية الأمريكي جون كيري أشار إلى أن الخلافات لا تزال قائمة بين الغرب وطهران، وإن أحدثت مفاوضات جنيف طفرة بسيطة في تقريب وجهات النظر. نعمل بكل جهد في مسعى لتجاوز حالة عدم الثقة، نسعى لبناء الثقة للتحقق بما لا يدع مجالا للشك أن البرنامج الإيراني برنامج نووي ذو أغراض سلمية. الدبلوماسية تستغرق وقتا، وكل الأطراف هنا بحاجة للوقت. الاتحاد الأوروبي أكد هو الآخر وجود خلافات مع إيران إزاء معدلات تخصيب اليورانيوم، حيث تتبنى فرنسا موقفا متشددا في هذا الشأن، كما تؤكد على ضرورة وقف برنامج إنشاء مفاعل يعتمد على الماء الثقيل لإنتاج مشتقات البلوتونيوم. إذن هي التطورات التي تنتاب ملف إيران النووي من حين لآخر دون تحقيق نتائج ملموسة على الأرض، خصوصا وأن المتحكم الرئيسي في قواعد اللعبة هو الولايات المتحدة التي تواجه معارضة شرسة من جانب حليفتها إسرائيل، والتي وجهت انتقادات شديدة لأي اتفاق محتمل بين الغرب وإيران. الانتقادات الإسرائيلية أكد عليها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي قال إن حكومته ستبذل أقصى جهدها لإقناع المجتمع الدولي بعدم الإسراع في توقيع اتفاق مع إيران بشأن برنامجها النووي. وأضاف نتنياهو أنه أجرى سلسلة اتصالات هاتفية في نهاية الأسبوع مع قادة الدول الخمس الكبرى، وحذرهم من أن الصفقة الآخذة بالتبلور مع إيران بشأن برنامجها النووي تشكل خطرا على العالم أجمع، داعيا قادة تلك الدول إلى التريث ودراسة جميع المسائل العالقة بإمعان، كون القرارات الواجب اتخاذها تاريخية على حد قوله. في سياق آخر، توجه المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية يوكويا أمانو إلى طهران لإجراء محادثات حول البرنامج النووي الإيراني. وقبيل مغادرته فيينا، أعرب أمانو عن أمله في الوصول لتسوية كافة القضايا العالقة لضمان سلمية البرنامج النووي الإيراني. أسافر الآن إلى طهران، وأتطلع قدما للقاء السيد علي أكبر صالح مدير البرنامج النووي الإيراني وعدد من كبار المسؤولين الإيرانيين. كما تعلمون، قدمت إيران مقترحا جديدا الشهر الماضي يتضمن إجراءات عملية لتعزيز التعاون والحوار، ونحن نسعى للبناء عليه.
آمل أن يتمخض الاجتماع المقبل عن نتائج ملموسة بشأن سبل التحرك قدما لتسوية كافة القضايا العالقة لضمان أن برنامج النووي الإيراني يخدم أغراضا سلمية محضة. ومن ملف إيران النووي إلى أزمة الكهرباء في غزة، حيث أكدت حكومة حماس أنها حصلت على منحة تركية قدرها 1,250,000 دولار مساهمة في حل أزمة الكهرباء المستفحلة في القطاع. ودعت حماس إلى ضرورة رفع الحصار عن القطاع والسماح بتدفق الوقود بشكل رسمي من خلال المعابر. بين ظلامين، ظلام الحصار وظلام الكهرباء، يعيش قرابة 1,800,000 فلسطيني في القطاع الآن بلا كهرباء بعد توقف محطة توليد الكهرباء الوحيدة في قطاع غزة عن العمل كليا منذ مطلع شهر نوفمبر الجاري. حكومة حماس أكدت أن تلك الأزمة سياسية بامتياز، محملة السلطة الفلسطينية في رام الله المسؤولية عبر قيامها بفرض ضريبة إضافية على السولار المورد للمحطة الرئيسة في غزة. وفي محاولة لاحتواء الأزمة، قالت حماس إنها أجرت اتصالات خارجية عاجلة مع قطر وتركيا أثمرت عن منحة التركية قدرها 1,250,000 دولار كمساهمة منها في حل الأزمة. كما أشارت حماس إلى تقدم في مفاوضات تجريها الآن مع دولة قطر لإيجاد حلول لأزمة الكهرباء سيعلن عنها بالتفصيل حال الانتهاء منها. حكومة حماس حثت أيضا على رفع الحصار عن قطاع غزة والسماح بتدفق الوقود بشكل رسمي من خلال المعابر وإدخال ما تبقى من الوقود القطري الموجود في مصر إلى غزة، كما طالبت بحصول غزة على نصيبها كاملا من المنح والهبات التي تصل للسلطة الفلسطينية والتي يأتي بعضها خصيصا دعما للقطاع بسبب وضعه الإنساني الناتج عن الحصار والاحتلال. وفي القدس المحتلة، حذرت الحركة الإسلامية في الداخل الفلسطيني المحتل من مخططات تهويدية وصفتها بأنها الأكثر خطرا التي تهدد المسجد الأقصى، مؤكدة أن المخطط موضوع على طاولة التنفيذ. وأوضح نائب رئيس الحركة الإسلامية الشيخ كمال الخطيب أن الإجراءات السياسية والتقنية التي تعدها حكومة الاحتلال باتت جاهزة لتقسيم الأقصى وبانتظار فتوى دينية مما يسمى الحاخامية اليهودية الكبرى للشروع بالقرار الذي اعتبره الخطوة الأخيرة التي تسبق الإعلان عن بناء الهيكل. في غضون ذلك، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 10 فلسطينيين أثناء مداهمتها مدن بيت لحم وجنين والخليل ونابلس بالضفة الغربية. كما دهمت قوات الاحتلال عدة قرى في المنطقة الشرقية لرام الله واقتحمت عددا من منازل المواطنين، ما أدى لاندلاع مواجهات مع عشرات الفلسطينيين. بحث الرئيس الفلسطيني محمود عباس مع الرئيس المصري المؤقت عدلي منصور في القاهرة تطورات القضية الفلسطينية وملف المصالحة. كما ناقش عباس مع وزير الدفاع المصري الفريق أول عبد الفتاح السيسي آخر التطورات والمستجدات في المنطقة والمفاوضات الجارية بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي. هذا ومن المقرر أن يستكمل عباس مشاورته في القاهرة اليوم مع وزير الخارجية المصري نبيل فهمي والأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي. مشاهدينا، نشرتنا مستمرة ولا يزال فيها بعد فاصل قصير. إجلاء 600,000 شخص في فيتنام قبل وصول إعصار هايان قادما من الفلبين. نجدد التحية. وكما نوهنا قبل الفاصل، سارعت دول عدة في أنحاء العالم من بينها الولايات المتحدة ودول بالاتحاد الأوروبي سارعت إلى إرسال مساعدات عاجلة إلى الفلبين في أعقاب اجتياح الإعصار هايان لأراضيها، ما تسبب في مقتل أكثر من 10,000 شخص فضلا عن إلحاقه أضرارا مادية جسيمة.
هذا ووعد الأمين العام للأمم المتحدة بان كيمون بأن تستجيب منظمات الأمم المتحدة الإنسانية بسرعة لتقديم كافة المساعدات التي تحتاج إليها الحكومة الفلبينية في الوقت الراهن. رائحة الموت، أكوام من الجثث، بقايا منازل مدمرة، كلها كانت شواهد على أن إعصار هايان الرهيب مر من هنا. وسط الفلبين المنكوب كان على موعد مع الإعصار الذي صنف في مستوى الدرجة الخامسة للأعاصير، ووصف بأنه أحد أعنف الأعاصير التي ضربت الأرض على مدى تاريخها. خبراء الأرصاد قالوا إن هايان جاء محملا برياح فاقت سرعتها 300 كيلومتر في الساعة، فابتلع مدنا بأكملها في مناطق تمتد ل 600 كيلومتر، وتسبب في مصرع أكثر من 10,000 شخص وتشديد أكثر من 300,000 آخرين، وإلحاق أضرار بممتلكات نحو 4 ملايين في 36 محافظة. السلطات قالت إن الحصيلة مرشحة للتصاعد نظرا لحجم الدمار الهائل، وتعهدت ببذل كافة الجهود لمساعدة المتضررين. بالفعل إنها كارثة مفجعة، ولكن أعد الجميع بأن الحكومة ستعمل من الآن على استعادة إمدادات الطاقة الكهربائية وخدمات الاتصالات وإعادة فتح الطرق المغلقة بسبب سقوط الأشجار وتراكم الأنقاض والمركبات. المناطق الساحلية كانت الأكثر تضررا جراء الإعصار، وبات المشهد فيها يذكر بالدمار الذي تسببت به موجات تسونامي في العام 2004. الوضع في البلاد صعب للغاية، إذ يتعذر الوصول إلى المناطق المنكوبة. عدد القتلى كبير جدا ومرشح للتصاعد. نحن الآن نقوم بكافة أنواع الإغاثة لمساعدة المتضررين من هذا الإعصار. وقبل أن يكمل الإعصار هايان طريقه متجها نحو فيتنام مرورا ببحر الصين الجنوبي، شمرت السلطات هناك عن سواعدها من أجل تخفيف حدة المخاطر المحتملة جراء الإعصار. وشرعت السلطات في هانوي في إجلاء نحو 100,000 شخص يعيشون في مناطق تقع على مسار الإعصار الذي يتوقع أن يضرب البلاد صباح غد الاثنين برياح تبلغ سرعتها 74 كيلومترا في الساعة. كما تم استدعاء كل المراكب إلى المرافق، بينما ألغت شركة الطيران الوطنية رحلاتها الجوية. ومن إعصار الفلبين إلى انتخابات المالديف، حيث أجلت المحكمة العليا هناك جولة الإعادة الفاصلة في انتخابات الرئاسة إلى السبت المقبل بعد أن كان مقررا إجراؤها اليوم. جاء قرار المحكمة استجابة لطلب عبد الله يمين المرشح الثاني في جولة الإعادة، والذي طلب من المحكمة مزيدا من الوقت للاستعداد للانتخابات. وينافس يمين الرئيس السابق محمد نشيد الذي احتل المرتبة الأولى في الجولة الأولى، غير أنه لم يحصل فيها على النسبة المطلوبة للفوز بالرئاسة. في بنغلاديش قتل شخص وأصيب العشرات جراء اشتباكات وقعت بين أنصار المعارضة وقوات الشرطة في العاصمة دكا، وذلك في اليوم الأول للإضراب العام الذي دعت إليه المعارضة والذي يستمر 4 أيام. وتطالب أحزاب المعارضة باستقالة رئيسة الوزراء الحالية الشيخة حسينة وتشكيل حكومة انتقالية جديدة لا تنتمي لأي أحزاب سياسية تكون مهمتها الإشراف على الانتخابات المقبلة المقرر إجراؤها في شهر يناير من العام المقبل. نبأنا الأخير في هذه النشرة من اليونان. وصل وفد من مفتشي الترويكا الأوروبية يمثل الاتحاد الأوروبي والمصرف المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي، وصل إلى العاصمة أثينا لمناقشة كيفية سد العجز في ميزانية الاقتصاد اليوناني لعام 2014. كما سيناقش الوفد الشريحة التالية من القروض التي ستحصل عليها اليونان في إطار برنامج خطة الإنقاذ المالي. هذا وأعلن وزير المالية اليوناني أن هناك خلافا حادا بين الطرفين حول حجم العجز في الميزانية، حيث ترى اليونان أن العجز يقدر ب 667 مليون دولار أمريكي، في حين يقدر وفد الترويكا العجز بخمسة أضعاف هذا المبلغ. مشاهدينا، ختم نشرتنا، إليكم تذكرة بأهم ما ورد بها من أنباء.
المعارضة السورية تنتظر موافقة المجموعات المقاتلة قبل المشاركة في مؤتمر جنيف الثاني. نحو 40 قتيلا في سوريا ومعارك طاحنة في حلب للسيطرة على اللواء 80. ورئيس الوزراء الليبي يحذر الليبيين من تدخل أجنبي محتمل حال استمرار الفوضى في البلاد. ختام نشرتنا قدمناها لحضرتكم من قناة المجد، دمتم في خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.